وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني وأخواتي من متابعي قناة اليمن اليوم في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها أحييكم بتحية الإسلام والسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بادي ذي بدء أهنئ الأمة الإسلامية جميعا بحلول شهر رمضان الذي أسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام أيها الإخوة يقول الحسن البصري رحمه الله إن الله جل وعلا جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه إلى طاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا مضمون كلام الحسن رحمه الله أنه يريد أن يقول أن الله جل وعلا جعل شهر رمضان بمثابة ساحة السباق التي يتسابق فيها العباد في رمضان وكل يدلي بدلوه والله جل وعلا قد حثنا في رمضان بل وفي غير رمضان على التقرب إليه وعلى المسابقة وعلى المسارعة خاصة في رمضان ولم لا؟ فإن شهر رمضان شهر عظمه الله جل وعلا شهر أنزل الله فيه القرآن قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والله جل وعلا خص رمضان بالفضل فعظمه الله جل وعلا وفضله على سائر الشهور ولم لا؟ فإن الله جل وعلا قبيل رمضان يهيئ الله الكون كله من أجل استقبال رمضان تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وذلك استعداد لرمضان وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب وصفدت الشياطين وينادي مناد من قبل الملك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان إذن لما يأمرنا الله جل وعلا بالمسارعة والمسابقة في شهر رمضان لتعلم أن رمضان شهر مفضل عند الله جل وعلا ومما يدلل على أن الله جل وعلا حثنا على المسابقة والمسارعة والفرار والتقرب إليه تسمع قول الله جل وعلا لما يقول ربنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولما تسمع قول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جزاؤهم يا رب جزاء المسارعين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة أيها الإخوة الله جل وعلا حثنا على السباق في رمضان وكما قلت أن الحسن يشبه رمضان بالساحة التي يتسابق فيها العباد والعباد حقيقة متفاوتون في رمضان فمن العباد من ينزل ساحة السباق في رمضان من باب الصلاة فترى أن عبدا في رمضان يرى أنه لن يلج الجنة ولن يعتق من النار في رمضان إلا
من باب الصلاة، فتراه يواظب على الصلوات الخمس في المسجد، تراه يقيم الليل كله باكيا متذللا مستغفرا تائبا إلى ربه جل وعلا، تراه يواظب على النوافل في الصلوات، تراه يواظب على صلاة الضحى، تراه مواظبا على الصلاة كلها في رمضان، فرائض ونوافل. ومن العباد من ينزل ساحة السباق في رمضان من باب الصدقة، فتراه أنه يرى أنه من باب الصدقة سيستطيع أن يدخل الجنة بفضل الله جل وعلا، ومن باب الصدقة يرى أن الله سيغفر له وأن الله سيعتقه من النار من باب الصدقة، فتراه يصول ويجول ويدور على المساكين والفقراء والمحتاجين، فيسد حاجتهم، يطعم جائعهم ويكسو عاريهم. ومن العباد من ينزل ساحة السباق في رمضان من باب الذكر، فتراه ذاكارا لله جل وعلا، يذكر ربه ليل نهار، يسبح الله ليل نهار، يدعو الله ليل نهار. ومن العباد من ينزل ساحة السباق في رمضان عن طريق القرآن، فتراه مذ أول ليلة في رمضان ينشر المصحف بين يديه، يتلو كتاب الله ويتدبر آياته. ومن العباد من ينزل ساحة السباق بطريق آخر، ما هذا الطريق؟ هذا ما أبينه إن شاء الله جل وعلا بعد الفاصل. فاصل ثم نواصل، دمتم في طاعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، عدنا بعد الفاصل والعود أحمد. أشرح قول الحسن الذي شبه رمضان بمثابة ساحة السباق، وكما قلت أن العباد متفاوتون في تقديم الطاعات في رمضان. ووقفنا مع الصنف الذي يتقرب إلى الله جل وعلا ويدخل ساحة السباق في رمضان من طريق يجمع كل هذه الطرق، ألا وهو طريق الدعوة إلى الله، وطريق تبليغ دين الله جل وعلا للناس، وطريق تعليم الناس دين رب الناس، وطريق نشر الإسلام ومعالم الإسلام، متأسين في هذا قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. متأسين في هذا قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من كلام الناس ومجالس الناس ونقاشات الناس وتسامر الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن خلال هذا المنطلق أرادنا بفضل الله جل وعلا وحوله وقوته أن نطرق باباً من أبواب هذه الطاعات في رمضان، وأن ننزل ساحة السباق من خلال هذا الطريق المبارك، طريق الدعوة إلى الله وتعليم الناس دين رب الناس، ونشر الخير وتبيين حقائق الإسلام كي تسمع الدنيا عن الإسلام وعن أصول الإسلام وعن حياة المسلمين. لذا أقول أيها الإخوة، سنجتمع إن شاء الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك من خلال حلقات، وفي هذه الحلقات سنعيش مع برنامج يسمى ببرنامج الإسلام دين الوسطية. شعارنا في هذا البرنامج قول سلمان: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. في هذا البرنامج إن شاء الله جل وعلا سنتعرف على الإسلام، سنتعرف على الإسلام وحقيقة الإسلام من القرآن والسنة، ونتعرف على الإسلام من خلال حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا أيضا سنتحدث عن أمان الإسلام، وعلى أن الإسلام دين أمان، دين وفر الأمن لأهل الأرض جميعا. ثم بعد ذلك أيضا نتحدث عن كون الإسلام دين عدل، ونذكر من القرآن الذي هو دستور هذا الدين ما يدلل على عدل الإسلام، بل وسنذكر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلل على عدل الإسلام، بل سنذكر من حياة الخلفاء الراشدين ما يدلل على عدل الإسلام. وتارة بفضل الله جل وعلا نتحدث عن الانتماء للإسلام. شعارنا في هذا قول الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين،
وفي هذا نتكلم عن نبذ العصبية القبلية والتكبر والعلو على خلق الله والاغترار بالمال والحسب والجاه والسلطان، وأن الانتماء لا يكون إلا للدين. ثم بعد ذلك نتكلم عن رحمة الإسلام وعلى أن الإسلام دين رحمة ودين طهارة. ثم بعد ذلك نتكلم بفضل الله جل وعلا عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شعيرة بيوت الله، ونتكلم عن حكمة وضع بيوت الله في الأرض. ثم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا نتحدث عن معجزة الإسلام الخالدة، القرآن الكريم، كلام الله جل جلاله، النور الذي قذفه الله إلى أهل الأرض كي يهتدي الناس. ثم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن فضل الله على أهل الإسلام في الدنيا، ثم نختم حلقاتنا في هذا الشهر المبارك بالكلام عن فضل الله جل وعلا عن أهل بفضل الله جل وعلا على أهل الإسلام في الآخرة. انتظرونا إن شاء الله جل وعلا في هذا البرنامج المبارك، الإسلام دين الوسطية. أيها الإخوة الكرام، لا أملك في آخر هذا اللقاء إلا أن أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يرزقنا الطريق الصواب، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.